مسلسلات رمضان تبدأ من الغد على ام بي سي مصر. اعلنت قناة ام بي سي مصر انها ستبدأ عرض مسلسلات شهر رمضان عبر شاشتها ابتداء من 9 مساء غد السبت. وقالت القناة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: رمضان هيبتدي عندنا بكرة، انتظروا مسلسلات ام بي سي مصر يوم السبت. وتعرض القناة 3 مسلسلات غدا السبت، تبدأ بمسلسل قابيل في تمام 9 مساء، ثم مسلسل فكرة بمليون جنيه للفنان الكوميدي علي ربيع في 11 مساء، ثم مسلسل شقة فيصل في 12 منتصف الليل.